اهلا وسهلا بكم مشاهدينا على قناه 9 موعد نهايه الاسبوع في رونديفونا اللي رافقوني فيه ليله في التحليل والنقاش كل من ناجي زعيري ومحمد ترودي في انتظار انه يلتحق بنا برهان بسيس. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم ليله الموعد مع عوده كاميرا حسام وحسام حمد ايضا في مع الثامنه ونصف مساء لكم موعد مع حسام حمد في كاميرا حسام وبرشا جديد تابعوه معاه. ايضا نيلة العكريمي المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد تكون ضيفتنا في الجزء الاول في لو رونديفو اللي ضيفنا يكون فوزي المهدي وزير الصحة واكيد عودة معها على اخر تطورات الوضع الوبائي في بلادنا. نبدأ بآخر الأخبار. وينفذ أعوان وموظفو البرلمان اليوم نفذوا وقفة احتجاجية في مجلس نواب الشعب تنديدا بما اعتبروه هرسلة يومية من طرف رئيسة كتلة الدستوري الحر عابر موسي. هذا وأوضح الكاتب العام لأعوان وإطارات مجلس نواب الشعب أحمد مسعودي أنه الوقفة هذه تأتي في إطار رد الاعتبار للموظف العمومي. الوقفة الاحتجاجية اليوم راهي ديما عاودناها برشا مرات كرد اعتبار للموظف العمومي البرلماني والموظف التونسي بصفة عامة. راه وصلنا لمرحلة نتاع هرسلة يومين من السيد النائب المحترم عابر موسي. راهي ولت البارح احتلت مكتب موظفة لمدة 3 ساعات وعبثت بالوثائق نتاعها وخرجت برشا معطيات شخصية على أسامي نتاع زملائنا وغير زملائنا. وصفتنا حاشاكم بالعملاء بالمندسين بالميليشيات وآخر وصف لنا وصفتنا بالجرذان. ونعرف الوصف هذايا بالذات راهو مجعول للارهابيين. كان هي توصفنا بالشيء هذايا راهو مش معقول. راهو من حقنا كاداريين وكموظفين باش نقاضيوها. بالنسبه للحياد نحن اكبر وممكن المؤسسه هذه مشغوله لها بالحياد بدليل ان عملنا الوقفات الاحتجاجيه ضد الاطياف السياسيه كلها. عملنا وقفه احتجاجيه ضد ائتلاف الكرامه، ضد تحيه تونس، ضد النهضه، واليوم ضد الدستوري. هذا اكبر دليل ان واقفين نفس المسافه. هذا ودعت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ لها يوم أمس دعت منظوريها إلى مقاطعة رئيسة الحزب الدستوري الحر عابر موسي إلى حين اعتذارها عن إساءتها واعتدائها على عدد من الصحفيين في البرلمان، لا سيما اللي صار مع زميلنا سرحان الشيخاوي. كما دعت أو قالت أنه عابر موسي تعمدت هرسلة الصحفيين والتحريض عليهم، ممارسة ما تسميه بالفرز داخل الجسم الإعلامي وإصرارها على إقحام الصحفيين في الصراعات السياسوية اللي تعيشها الساحة السياسية في تونس، واللي ترفعت النقابة ومنظورها عن الانخراط في هذا الجزء مما ورد في هذا البيان أو البلاغ المطول الصادر عن نقابة الصحفيين. برهين، خلينا نبدأ باللي صاير في مجلس نواب الشعب خاطر ما زالت الأخبار برشا، لكن خلينا نعلق أول بأول. معارك تقريبا ناشوا على وقعها يوميا، ما عادش نقولوا اختلافات أو خلافات في وجهات النظر ولا على مشاريع ولا ولات معارك ساعات فيها سب ساعات فيها شتم، معارك فيها شكون اللي يصيح اكثر، شكون اللي يجيب ابواق اكثر، شكون اللي يعمل لايفات اكثر، وشكون اللي يسب اكثر. مالوغوزمون هي المحالة المعارك داخل مجالس نواب الشعب، فضاءات النقاش العام، لاغورا الرومانيه اللي ابتدعت الديمقراطيه، حاجه تقليديه وكلاسيكيه بين الاطراف السياسيه المتصارعه، توصل حتى في ديمقراطيات ناشئه، ديمقراطيات اكثر بتاتر عراقه منا، الى منسوب توتر اكثر من اللي شفناه. لكن ديما احنا في تونس عندنا الاضافه، حاجه جديده دخلنا الموظفين الاداريين، هذه صعيبه، ما فماش وقتك العام برلمان كوريا الجنوبيه العباد تتخابط تضرب، برلمان اوكرانيا، برلمان عديد الدول اللي شفنا فيها لقطات تاع توترات حتى تبادل العنف المادي. لكن الاعوان بتاع الموظفين ديما بقاو خارج اللعبه. ما فهمتش لماذا يقع اقحامهم الان فجاه؟ وفي الحقيقه اقحمتهم عديد الاطراف السياسيه كما كان نسمع الكاتب العام نقابه موظفي البرلمان حكاياك العامه ائتلاف الكرامه كما تم استهدفوهم في الجلسه العامه، بعض الاطراف السياسيه تحيه تونس تحدث على تحيه تونس، والان الدستوري الحر. ما فهمتش اش دخل العباد هذوما دخلوا فيهم في عركتنا يا رسول الله؟ يا اخي ناقصين، معناها انت شادين الموظف في البرلمان ربي يعلم عليه، شادين النادل في البرلمان ربي يعلم عليه، شادين المنظفه في البرلمان ربي يعلم عليها، اش دخلها في العركه؟ واللي ما جاتش لليوم لم تباشر عملها من هكا اش دخلها في العركه بين الامارات وقطر؟ اش دخلها بين قطر وتركيا؟ اش
دخلها بين درشنية الرجعية التقدمية الإمبريالية والإستعمار والإرهاب والكلاف دخلهم هذوما العباد نرجع لك لخلفية تعداد النظام الداخلي في 2015 أي. هذه نقطة نذكرها مليحا. كان كتلة حركة نهضة تطلب من اللجنة وقتها باش كونهم يعملوا ما يسمى ليكاستور معناها مساعد رئيس مكلف بالتصرف الإداري، مساعد رئيس مكلف بالتصرف المالي في علاقة مباشرة بالإدارة، وكان فما رفض شامل من مجمل من مجموع الكتل لعدم إقحام الإدارة في التجاذب السياسي اللي موجود في البرلمان. فهمتني؟ على أساس استقلالية ومبدأ استقلالية البرلمان واستقلالية الإدارة، وهني عديد 5 سنين في البرلمان، تعرفش كون نعرفوا من الإدارة؟ نعرفوا زوز موظفين في إدارة النواب معناها في شؤون النواب، ونعرفوا السادة المستشارين تاع اللجان، ونعرفوا أعوان الجلسة العامة. أبار سا وراس خويا 5 سنين ما نعرفوا شكون يخدم في المجلس. بالضبط، ونحب نعلق نكمل في التعقيب في الحكاية هذه، كما قال لك محمد يعني عدى معناها 5 سنوات كاملة غاديك في المجلس، والمشكلة هذه أنا فهمت منها وكأنها استعارة رمزية. الشعب الحقيقي الشعب التونسي هما هذوكم راهو. الاخرين صحيح توانسه نواب في نهايه الامر، زاد ما نحبش نشكك ولا نسحب تونسيه هذا على حساب ذاك، لكن هذوك غارقين في العمل السياسي، غارقين في الحسابات السياسيه. اكيد 60% 70% الاغلبيه الصامته، الشعب التونسي اللي يخرج في نهار ولا يخمم لا في شنو هي العركه بين الامارات وقطر، ولا شكون تقارب ولا شكون تعارك، شنو هي العركه ما بين الاطراف السياسيه اللي كل واحد يضفي عليها من ذاته من حسابات الذاتيه الكثير، ويوهم انها عركه الوطن في حين انها عركته الشخصيه، حبه للسلطه، صراعه على خطر الانتخابات. انا هذوكم لكن المراه هذيك اللي تنظف في البرلمان هذيك شعب تونس يا ولادي، خليوها رايد. الشعب راهو دمرتوا له اعصابه، دمرتوا له حكاياته، تحبوا تدمروا اعصابه دمروا اعصابكم انتم، الله لا يرجعها اعصابكم. اما الناس هذوما احترموا برهان، خاصه مش سيدي الناس خليها نفرض عليه ان نعدلوا تصويرته وصوته وما الى ذلك، يخدموا على ارواحهم اللي معناها بو العائله اللي الشهريات البسيطه. الشعب التونسي العادي البسيط ارفعوا ايديكم وصراعاتكم برا حلوها، مش المفروض ثم قانون ما جيت عملتوا قلتوا ديمقراطيه قانون ونظام داخلي يطبق برا حلوها في صندوق الاقتراع الحكايه هذه. به خلينا نشوفوا التفاعلات. رجعت لك ناجي في نفس الصدد. اكدت النائب عن الكتله الديمقراطيه وعضو مكتب مجلس نواب الشعب سامي عبو، اكدت انه مواصله العمل في البرلمان تقتضي تطبيق النظام الداخلي واتخاذ التدابير اللازمه في صوره تعطيل سير اعماله، ووصفت ما حدث بالامس بالمقرف وفق تعبيرها. عندنا نظام داخلي، عندنا مكتب المجلس في 56 متى ثانيه تعطي لمكتب المجلس في صور تعطيل سير دواليب المجلس اتخاذ التدابير اللازمه. خلينا البارح ديسيزيون، كل من يعطل يتعمد تعطيل سير العمل العادي لمؤسسه البرلمان يمنع من دخول الاجتماعات. بمعنى هذه القوه والعدل فين؟ العدل ما نستعملوش باش نصفي به حساباتي، يكون معناتها المعايير تكون موضوعيه تكون واضحه ومن غير تشفي او من غير استعماله سياسيا لمنع خصومك من التعبير. من جهتها اعتبرت النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو مكتب المجلس جميلة لكسيكسي، اعتبرت انه الاحداث اللي جدت مؤخرا في البرلمان ستحسن من صورته على اعتبار انه المجلس انتفض انتفاضة جماعية ضد الفوضى والعربدة وفق تعبيرها. الكلام هذايا نتاع ناس تخلص من امريكا راهو كلمة حق أريد بها باطل، وهذا مغالطة للرأي العام التونسي، والحكاية هذه ما ثمش منها. هاو باش نفسر لك كيفاش. المنظمة اللي تحكي عليها هي منظمة شريكة لتونس، وهي منظمة تتعامل معها كل مؤسسات الدولة التونسية، والمنظمة هذه موجودة من عهد المخلوع نتاعها، والتعاون الدولي هذا راهو موجود بين جميع الدول وما هوش حكرا على تونس، وحاجة عادية جدا في الأعراف السياسية كل موجود. به اللي قاعدة تحكي فيه هي ثم برنامج تعاون مع المنظمة هذه. المنظمة هذه أعطت فرصة للشباب الباحث، الطلبة الباحثين في الدكتوراه والباحثين في الماجستير، تضع على ذمتهم بورس منحة نتاع تربص، ويجي ويأدي ومدة تربص سنة واحدة غير قابلة للتجديد داخل مجلس نواب الشعب. علاش هالجدل الكل اللي حاصل حول هذه المنظمة الأمريكية محمد؟
وعلاقة عادية جدا موجودة في كل البرلمانيات، هي الانديائي المعهد الديمقراطي الأمريكي. هذوما كما كانت تحكي جميلة الكسيكسي ملاك، الكتل هي اللي تختار. نحن مثلا قبل الموجودين في الكتلة الحرة جبنا زوز طلبة باحثين جبناهم نحن، يعطيهم بورس 600 دينار. هذايا دوره في الكتلة باش تبدا أنت مثلا تلوج على قانون مقارن يلوج لك عليه، حاجتك بحث فهمني في التجارب المقارنة يحضر لك دوكيومون بالنسبة للسادة النواب. هذا عادي جدا في إطار التعاون الفني والتعاون الأجنبي. تو سامحني، تو مثلا الاتحاد الأوروبي ولا الهاش دي بي في أمريكا عامل ندوة إقليمية كبيرة وباش يستدعى نواب من تونس وفيها بريزون شارج توتال، معناها متعرف كيفاش تهبط يمدوا لك التابليت والفريد ميسيون كل نهار 100 دولار وياخذوك اون شارج في السكنه وتعدي جمعه في شكل سيمينار. فهمتني؟ هذا يعتبر تخابر ويعتبر تجسس. حاجه اخرى ملاك، السيمينار اللي عملوهم المعاهد هذوما، فما ثلاثه ولا اربع معاهد منهم زوز معاهد امريكيه، تعرف شكون ليزانترفونون؟ ليزانترفونون هما كفاءات تونسيه، كسوا في القانون الدستوري، في القانون المدني، كفاءات في الاقتصاد. هذا ما يلزمش يهزنا لنظريه المؤامره. راهو اشغال مجلس نواب الشعب مفتوحه للعموم، ما فماش مجال للتجسس. ملاك اللجان مفتوحه للاعلام، الجلسه العامه مفتوحه للاعلام، اللي يسمع يقول لك اخويا فما مخترق من المخابرات الامريكيه ولا مخترقت المخابرات الامريكيه في حاجه لزوز باحثين في كتله باش تعرف. ناجي، مكتب المجلس سويتاسا يقرر منع كل من يقوم بتعطيل سير أعمال مجلس نواب الشعب من دخول الاجتماعات، يقول قايل باللي شفناه الكل، هل سيتم الالتزام بهذا القرار؟ نتمنى أنه يلتزم المجلس بالقرار هذا، والقرار هذا جاء متأخر جدا، كان المفروض يتم اتخاذه ويتم تطبيقه منذ انطلاق السنة البرلمانية، وخليني أقول من اللي بدأت أحداث العنف والاشتباكات اللفظية بين الكتل. أساسا ما بدأت هي معناها بعد تقريبا شهر أو أقل من شهر بدأت بين الدستور الحر وإئتلاف الكرامة والنهضة. كان من وقتها تعالت الأصوات بضرورة تطبيق النظام الداخلي وتحديدا تطبيق الفصول المتعلقة بتسيير الجلسات العامة، وكان التزم رئيس المجلس وقتها راجل غنوشي باتخاذ إجراءات صارمة لضمان السير العادي للجلسات. للأسف الشديد التهاون والتقصير واللامبالاة وعدم أخذ الأمور بالجدية المطلوبة وصلنا للحالة هذه، وصلنا إلى حل هالصورة المقرفة المسرحية الهزلية اللي قاعدة تتكرر كل يوم. برلمان تحول إلى برلمان تاع لايف، النواب ما عادش يخدموا، يعني معناها ولاو يصوروا في بعضهم. تخيل أنت معناها عبير موسي طبعا معناها اللي توثق بالصوت والصورة باللايف لكل ما يحدث معناها في كل معناها في التراكن الكل متاع البرلمان، ولاو النواب اللي تستهدفهم هي بالنقد ولاو بيدهم يصوروا فيها، حتى انه ولات عاده، يعني ولا برلمان الكل لايف، يعني ولينا نراو حتى في الدهليز والدروج نتاع الدهليز والمنافذ الخلفيه والمنافذ الاماميه نتاع البرلمان، وتم الزج بالصحفيين. وانا اساند القرار اللي خذيته نقابه الصحفيين وهي محقه في هذا، وتوا الصحفيين ولهم قاطعين زوز كتل كبار في البرلمان، ائتلاف الكرامه وكتل الدستور الحر. الله اعلم شنو الكتله. هو راهو البيان يقول مش الكتله ومش الحزب، عبير موسي بالتحديد رئيسه الحزب. يا اخي تو الحزب الدستوري ملخص في عبير موسي، يا اخي تو شكون اللي قاعد يتحرك تو معناه ويتكلم باسم الدستور الحر؟ شكون بخلاف عبير موسي؟ احنا نشوفوا في قيادات اخرى من داخل الحزب حتى على المستوى الحضور الاعلامي. السيده عبير موسي هي الناطقه باسم الدستور الحر، وهي رئيسه الحزب الدستوري الحر، وهي اللي تحضر في المنابر الاعلاميه تتكلم باسم الدستور الحر، ولا هذلك وهذا نظامهم الداخلي وانا ما ندخلش فيه. لكن اللي صار اليوم راهو البرلمان معناها ادخل في فوضى وادخل في حالة من الهستيريا الجماعية. ما عادش يعني فما ما عادش نحكيه توا العنف، لا نحكيه توا على حرب الكل ضد الكل.
دخلنا فيها الاعوان الموظفين نتاع المجلس، دخلوا الصحفيين، دخلوا العملاء والمنظفين والمنظفات، معناها اللي ما عندهم حتى ذنب. انا فما اقتراح تقدم به النائب حاتم مليكي، انا وشاطير هو اللي هو حاتم مليكي قال اعطيوا المعتونه، اعطونا عطله، اعطيوا للبرلمان هذا عطله بجمعه ولا بجمعتين ولا بشهر، مسيش هو معطل معطل خلقي، اعطوه شهر خلي يرتاحوا وتهدى النفوس ونرتاحوا احنا ويرتاحوا التوانسه وترتاح الهواتف نتاع اللايف اللي كل يوم فريمون معناها شيء غريب، معناها النواب يخدموا بالتليفون اكثر ما اللي يخدموا ينجم يكون حل غريب اليوم مصلحه البلاد. مرتاح اونتر تان باش نعطل وظيفه بتاع تشريعيه في كل الحالات حنشوفوا الجلسات العامه. لا اعطيني تو عندنا السيرك قاعد يتعمل هكا في البهو، قاعد يتعمل كما يتعمل في الجلسات العامه ساعات، لكن على الاقل هيك مشاريع قوانين خاطر علاش بربي ادخل للسيت نتاع البرلمان. راهو انا معناها ما نتكلمش كده، ادخل للسيت نتاع البرلمان ثم روبريك اسمها المشاريع المصادق عليها والمشاريع المازالت. شوف اش خدم المجلس، هي يبدو راهو يتعدى مشروع، تعرف شو اللي تقعد يتعدى القروض الاتفاقيات تاع القروض على خاطر ذات صبغه استعجاليه. لكن في كل الحالات حسب الاحصائيات مقارنه زاد بدورات سابقه لمجالس النيابيه تقريبا فما نسبه القوانين تشابه او ترتفع في اللي تعدات واللي صادقوا عليها رغم هالهوجه هذه ورغم المشاكل هذه الكل. تبقى انا نحب نعلق مشاعر شويه مع محمد في علاقه بالان دي اي. شوف راهي فما قضايا حقيقيه تهمشها ممارسات خاطئه. قصه التواجد الاجنبي في البرلمان راهي قصه حقيقيه. خساره العركه اليوم مشيت في زميلنا سرحان ايش يعمل مع الـ مع الـ مع المنظفه وسرحت مع الموظفين في حكايات فارغه. هنا شوف فن تهميش القضايا نتاعك، وعبير موسي راهو في جانب هذايا لم تخطأ، لم تجانب الصواب في قصه هات نحطوا التواجد الاجنبي في البرلمان على الطاوله. هو اصبح طبيعي راهو ان دي اي على معهد جمهوري على معهد كذا، نعرفوهم شنو دورهم في الاحزاب، يكونوا ويمدوا في يد المساعده ويرافقوا. ايش اعطيني برامج التمويل سيدي، شنو هي الغايات؟ شنو هي الاهداف؟ منظومة كاملة اليوم تتحط على محك التساؤل هذية منذ تعمل دستور 2014. شكون جير؟ شكون كانوا الخبراء اللي استأنسنا بهم باش عملنا دستورنا؟ لب المشكلة يا محمد في الحكاية هذية نوح فلدمان، وما أدراك ما نوح فلدمان اللي هندس الدستور العراقي، دستور ما بعد سقوط نظام صدام حسين، هو نفسه اللي كان يحضر في جلسات بتاع المجلس التأسيسي لتوجيه الرؤية. أنت ما لاحظتش هالتشابه المكلكي؟ الدول اللي يحبوها إضعاف الدولة قال شنو ضربين المركزية، نفس الحكاية. عملنا دستور طائفي، الفرق أنه في العراق طائفي على أساس ديني وعلى أساس عرقي، في تونس طائفي على أساس سياسي، دستور التشتت، دستور ضرب الدولة ووحدتها. هذا هو اللي قاعدين نخلصوا في ثمنه من خلال التوجيهات هذه. أنت محمد زاد تعرف أنه جمعيات عديدة الممولة من الخارج تلعب دور اللوبيات في بعض القوانين اليوم من خلال النقاش مع الكتل البرلمانية، كله في اطار القانون. نعرف كله في اطار السيمينار، طوله في اطار القانون، في اطار السيمينار وقانون الجمعيات، قانون الجمعيات اللي على خلاف قانون الاحزاب يراقب لك. سامحني معاك شويه مش لعبات، تحب تعرف زاد خاطر مساله مهمه راهو الخساره تهمش. شفت النقاش يولي في تليفون وسجلني ونسجلك والنقاش الحقيقي واثرته عبير موسي ولها الحق في ذلك انا في الجانب هذايا لهيك كامل، لكن اثارته بالطريقه الخاطئه. خلينا لكن همش في بحر المزايدات الفارغه. الحقيقي التدخل الاجنبي كيف يحصل اليوم؟ ما يحصلش بالاحزاب، الاحزاب والفلوس والكذا هذيك حكايتها تحصل في الخفاء. اليوم قوانينك تبرر دخول المال الاجنبي. اليوم الاحزاب عندهم شبكات بتاع جمعيات، الجمعيه تاخذ فلوس كما تحب ولا احد يحاسبها وفي اطار القانون مرسوم وترفع راسها وتقول لي انا ناخذ في فلوس بالسفاره الامريكيه وجرايد ومجلات الكترونيه وجمعيات، اي انا مشارك في برنامج تنميه الديمقراطيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتاخذ فلوس وما يحاسبها حتى حد على قصه الفلوس هذه. اي الفلوس اللي قاعده تتعطى للدورات التكوينيه والنقاشات الفكريه والسياسيه ومرافقه نواب البرلمان ورفاق مرافقه الكتل البرلمانيه وهز وجيب. شنو هذه؟ كل لوجه الله يا ناجي، كلها لوجه الله، ماهيش اجندات، ماهيش توجيه. انا ناكد لك بعض نصوص القوانين، لوبيات خدمت عليها بما فيها لوبيات اجنبيه. ثم جانب من كلامك صحيح، لكن كي تحطها الكل في سياق مؤامراتي راو كانه معناها يعني توحي لي
معناها انه فما اجهزه مخابرات. لا لا اسمعني، لا خلينا نتفقوا. ما قلناش اجهزه سمعني، خلينا نتفقوا. المخابرات خلينا نتفقوا الامنيه، هذا اكثر خلينا يتعلق بقوانينك بمصيرك بوجودك ومستقبلك. تعطيك دستور انت تو تعاني منه تو. الاندي اي واللي راي هذم يعني واحد ما سميتش هذا الهدف هذا. لا لا هذا زوج منظمات اللي تسال عليهم اكثر منهم موجودين، اكثر منهم موجودين 4 5 يا ولدي. يغلي البرلمان بالمنظمات، يغلي بالمنظمات. هذم موجودين عندهم عشرات السنين في تونس موجودين. شنو عشرات السنين؟ العشر سنين هذوما لا لا موجود. لا موجودين من قبل. لا لا الاندي اي موجوده يا بريان عيش خويا من قبل، واللي راهي موجوده من قبل. النشاط نتاعهم هو نفسه هذا لا يمارسوا في نشاطهم مع الجمعيات ومع المنظمات. لايفاس يا اخي موجوده في تونس. المبي نعرف فريدريش موجود. فريدريش بير موجوده في تونس. برنامج عندها برنامج مدة. الديمقراطيه لكن يا اخي سامحني لكن مش مسيب الماء على بطيخ يا سي برهان. ما كانش مسيب ماء على بطيخ. لايفاس لايفاس المنظمه الدوليه للانتخابات تي موجوده في راي رافقه انتخابات من عام من اكتوبر 2011 الى يوم الى حدود انتخابات 2019. نحكي لك وتخدم مع الليزي وشريك الليزي. نحكي لك على 10 سنين هذوما. ولا ترجع تقصد لي قبل. لا 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 خدموا قبل الثوره. لا موجودين فريدريش بيرت موجوده بالطريقه هذه بالتدخل هذا. شوف انت قلت كلمه مهمه، لاكوز تي نوبل نتاع يعني الهدف اللي ساعات ولا عبير موسي كان صحيح لكن الطريقة كانت خطأ. الشكل هذاك معناها الشكل اللي فيه يعني فيه كانت فيه إهانة للعوامل الإداريين والموظفين هو طريقة خطأ. ها باش نرجعوا لنفس السياق، باقيين في البرلمان وفي اللي صاير فيه أكيد باش نرجع لكم الكلمة. فقط خلينا نزيدوا نسمعوا لمواقف نواب من كتل الأخرين. ناخذوا على سبيل المثال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي اللي يوصف يقول أنه ما حصل البارح يعود إلى عدة أسباب من بينها التجيش الحاصل خارج البرلمان. يقول أصبحنا نواب معطلين عن العمل. مؤسسة البرلمان يلزمها طبق القانون ويلزم النظام الداخلي زادة يتراجع لأنه فيه برشة ثغرات، ويلزم زادة المواطنين والتوانسة يحملوا المسؤولية للناس هذوما في تصرفاتهم. اليوم في اعتقادي ولينا نواب معطلين على العمل وتعطيل واضح. احنا جيو الصباح باش نخدموا في الليجان وفي غيره نلقاو رواحنا في عركات معناتها نتاع جانبيه اللي في عود باش نناقشوا قوانين تهم الشعب التونسي فيما ينفع ولا في قضايا تهم الناس. نلقاو رواحنا نتفرجوا على كراكوز الحقيقه، كل حد وطريقته لكن النتيجه هي الفوضى. هذا هو اعتبر النائب عن حركة الشعب ونائب رئيس الكتلة الديمقراطية عبد الرزاق عويدات، يعتبر أنه اللي حصل في البرلمان أودى إلى انزلاقات خطيرة. اللي صار في المجلس هو أنه عندي اعتراض على شخصية رئاسة المجلس وإلا نحب نغير رئاسة المجلس، هذا عنده آلية معينة والآلية اللي هي سحب الثقة، وهذا متاح بالنظام الداخلي ويتاح أيضا بقوانين الدولة. أما أن نجي نرفض ترأس رئيس المجلس لجلسة من الجلسات وهذا ما يتيحه له النظام الداخلي وما يتيحه له الدستور وما يتيحه له القانون وما تتيحه له نتائج الانتخابات، هذا أمر غير معقول ولا يمكن يعني العمل به أو ممارسته داخل مجلس النواب، وهذا ما أدى إلى تعطيل العمل داخل مجلس النواب، وهذا ربما أدى بنا إلى انزلاقات خطيرة تمثلت في اعتداء النائب على النائب سواء بالاعتداء اللفظي أو بالاعتداء الجسدي. علاش؟ خطر ما احترمناش آليات عمل المؤسسة. بداية العهدة البرلمانية حصل الانفلات وتأزمت العلاقات، والآن لكي نصلح الأمر ما عندناش حتى سبيل آخر غير سحب الثقة من السيد رئيس مجلس نواب الشعب. نذكروا اللي اليوم تقريبا شفنا برشا تكريمات من قبل بعض النواب للعامل بالمقهى او نادي المقهى. شفنا ايضا رئيس مجلس نواب الشعب محمد يتحول الى المقهى البرلمان ويعبر على تضامنه مع العامل بالمقهى هناك، ويقول ايضا انه ما قامت به عبير موسي تجاه عاملة النظافة وتجاه العامل بالمقهى، وايضا الصحفي سرحان الشيخاوي مشين ومدان.
نحن الكل متضامنين مع السيد الموظفين والعمل، خصوصا العمل اللي موجودين في المشرب اليوم، عمل ما ينتميش للملاك، ما ينتميش للبرلمان، هذيك الشركه ماخذ المشرب في اطار لزمه، ولكن التكريم الحقيقي هو في تحسين اوضاعهم المهنيه، والتكريم الحقيقي في تجنيبهم صراعات سياسيه، والتكريم الحقيقي كذلك في مراجعه جذريه للنظام الداخلي، خاطر النظام الداخلي تعمل البرلمان يحترم نفسه، يلزم الحالات الشاذه مالوريزمون اللي موجوده في البرلمان التونسي واللي مش عبير موسي، راه ما يلزمناش نحن نعمل فوكاليزاسيون لعبير موسي، اللي اتته عبير موسي فما عديد الكتل تمارس نفس الممارسات، وحتى مؤسسه رئاسه المجلس تحب تتفاعل ايجابيا تتفاعل مع نفس الكتل على قدم المساواه. اليوم يلزمنا نخموا بصفه جديه خصوصا في الدوره النيابيه الحاليه باش نعملوا امن برلماني كما عديد البرلمانيات في العالم. اليوم الامن الرئاسي اللي هو عنده واجب التحفظ وبعيد كل بعد ما ينجمش يتدخل في تسيير الجلسه العامه، اللي رئيس المجلس ولا رئيس الجلسه بالنظام الداخلي كيكثر عليه نائب ويتجاوز حدوده عنده الحق باش يامر الامن باش ينجم يخرجوا من الجلسه. دونك النظام الداخلي لازم يكون ادابتي لنوعيه النواب اللي عندنا في الدوره النيابيه هذه 2019 2024. هم يحبوش يعدوا النظام الداخلي، خاطر في الاجراءات الاستثنائيه نتاع الكوفيد نحاول المحكمه الدستوريه ونحاول النظام الداخلي. توا حتى نفوتوا الاجراءات الاستثنائيه وندخلوا بصفه جديه، لازم المجلس يدخل بصفه جديه في مراجعه النظام الداخلي بالاعتماد على الهانات اللي موجوده اليوم في تسيير اشغال المجلس. نحب نتفاعل مع برهان، برهان المرافقين اللي في الكتل النيابيه راهو يقع لا صحيت، اما فما ملاك تو جاب لي فكره، فما منظمه عالميه تخلص في المستشارين لدى رئيس المجلس، نعرف في الماندا اللي فات ب 8000 يورو 7000 يورو في الشهر، ما حكى لهم حد هذوم. اما ذاك الاتيديون اللي نجيبه انا كرئيس كتله باش تخلصوا الان دي اي ولا اللي راي 600000 منحه بورس، فهمني، باش يقوم ويتدرب في اطار التربص نتاعو، مش هذاكم المقصودين. المقصودين وسيفري فم برشا جمعيات اجنبيه تحت غطاء عديد الجمعيات التونسيه اللي تعمل في لوبينغ، واليوم هنشوفوا فما جمعيات في الوسط في اداره الشان العام في تونس ولات اقوى من المحاكم طبعا، ولات اعمالها الكل موجهه. هذا ملف كبير يلزمه يفتح، ويلزمه يفتح بتجاوز مرسوم الاحزاب والجمعيات نتاع 2011 اللي هو مرسوم كارثي، واللي هو تسبب في حلين الباب لخلقان لوبيينغ معناها في تونس، وضرب اكثر من هكا ممكن يمشيوا في اتجاه حتى التاثير على السياده الوطنيه. دونك لازم المجلس يخمم بصفه جديه شفنا في طرح مشروع وطني للاحزاب والمنظمات تونسي 100%. محمد انت توا نائب سابق تعرف اللي معناها اداره المجلس هي اللي سمحت بهذا، يعني بالنسبه لمساعدي النواب معناها تعرف اداره المجلس، وهذا معمول به من 2014 ايه معمول به، كل نائب يستعين بمساعد مش هذيك مش هذيك ما ذاك ما يقلقوش خاطر انت تجيبوا نائب شباب وقاعدين يخدموا على رواحهم بالعكس، انه شكون يخلص فيهم؟ هذه راهو قاعد يتم بعلم النواب بعلم الناس كلها وبعلم رئاسه البرلمان وبعلم اداره البرلمان وبعلم الحكومه وبعلم رئاسه الجمهوريه. راهو يا ناجي نحكيو على جمعيات، قانون جمعيات يا سيدي تنشط في مجال رعايه البطاطا، رعايه الطماطم، الرفق بالحيوان، قضايا حقوق الانسان كذا، الرقابه خارج، والله صح. ورغم ذلك قصه التمويل يعني بسيب هكا كي البطيخ منين يجي المال ونفتخروا، انا ناخذ من ايطاليا، انا ناخذ من اسبانيا، ناخذ من عند جورج سوروس، انا ناخذ من عند فريدم هاوس، انا ناخذ من عند كذا، يا سيدي عدي. هذا في قلب البرلمان، جمعيات متخصصه في النشاط في قلب البرلمان اللي هو مركز السياده، صناعه القوانين، صناعه كذا، اي تما كراقب وشوف ايش قاعد تعمل الشيء هذا ايش قاعد تعمل. برهان تر كيفاش خدمه يجيك مثلا قانون، يجيك قانون ميزانيه الدوله البرلماني لا عام بشكل عام، يجيك قانون ميزانيه الدوله اللي هو يطرحها بارتين من اكتوبر بالضبط، تجيك الجمعيات هذوما في الصيف هي لموا الكتله في نوتيل، تحبوا تلموا باش نعملوا فورماسيون على مثلا المراجعه الجبائيه، ولا باش نعملوا فورماسيون على الاصلاح الجبائي. هما عندهم لي مويان نتاعهم باش يبثوا السموم، باش يحاول ياثر في قوانين محدده كما قانون الاستثمار، كما فهمتني قانون التنشيط الاقتصادي، كما قانون كذا، وهذا راهو عن طريق جمعيات تونسيه في وسط الاجواء. في وسط الاجواء هذه الكل برهان، البارح نشوفوا الخبر اللي نهار 8 افريل سيتم استكمال انتخاب بقيه اعضاء المحكمه الدستوريه ان شاء الله. على فكره مش هذه الجلسه الاولى، قديش من جلسه بتاتر محمد يعرف اكثر من تعاملت في الحكايه هذه،
التاريخيه هات بركه تحصل التوافقات هذه اللي ننتظروا فيها التاريخيه اللي تنجم تعدي معضله المعضلات اللي على فكره المحكمه الدستوريه اليوم ما عادش مطلب داخلي ولات كل سفير يستقبلوا المسؤول السياسي في اعلى مستوى في تونس يقول له المحكمه الدستوريه اليوم الامريكان ضاغطين عليه كي نعطيك من الاخر اي ضغطين. اي المطلب الامريكي اليوم الرئيسي ديكلاراسيون الاخرانيه المطلب الامريكي الرئيسي اليوم الاتحاد الاوروبي بالنسبه للامريكان وبالنسبه للاتحاد الاوروبي امام الازمه السياسيه اللي جزء منها جزء معناها اللي ادى الى تعفنها الى تراكمها باش اعطى شكل بشكل من الاشكال المشهد هذايا هو غياب المحكمة الدستورية، العركة بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، تعطل دواليب الدولة، الشلل العام اللي أصاب الإدارة، ننتظروا في حكاية الدول المانحة باش نعطيوكم فلوس، باش نعطيوكم في وسط الأزمة الاقتصادية والسياسية بالأساس هذه الفلوس هذه وين باش تمشي؟ الكل الآن مجمع على قصة المحكمة الدستورية، ضغط أجنبي قوي كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية ضاغطة، الاتحاد الأوروبي ضاغط، هذه قصة المحكمة الدستورية المعضلة التي ينبغي أن تحل، بقى 8 افريل نوصلوا نعملوا اجماع وتوافقات بخصوص المحكمه الدستوريه وتتعدى او لا هذا سؤال مازال لم يتضح نستناو نعرف 8 افريل فقط باش نختم اللي صار في مجلس نواب الشعب نذكر بقرار نقابه موظفي الاداره العامه لوحدات التدخل قررت تكليف اللجنه القانونيه للنقابه بالقيام بالاجراءات القانونيه اللازمه لرفع قضيه عدليه ضد كل طرف قام بتجاوزات داخل المجلس في حق اعوان المرافقه اثناء القيام بواجبهم وهذايا في بعض المواقف شفناه وثق محمد شفنا اللي يتم باغفوا الاعتداء عليهم به هذايا تقريبا اللي صار هذه الصوره حاولنا بتفاصيلها ان نعطيو يلا ونختموا ناجي نتعداو للخبر الاخير انا شفت راهو حتى اعوان المرافقه والحمايه في وسطك العركه والكروشاج والمشدات وقع الاعتداء على البعض منهم اعتداء حتى جسدي واعتداء حتى معنوي حتى مس بكرامة البعض منهم يعني ما عادش شفتوا أكيد شافوها التوانسة المشادة اللي صارت وقت اللي بين سيد عبير موسي وسي أحمد المشرقي رئيس الديوان دونك وجاو العوان في الوسط يعني تحطوا في وسط عركة اللي ما كرهمش يكونوا موجودين غادي لكن تحطوا تمزج بين يعني معناها بين المطرقة والسندان بين أنهم لازم يأديوا واجبهم واجب حماية الشخصية وبين معناها انه كوش باش يعمل معناها اسكو معناها يعني في حمايه الشخصيه من اعتداء يعني فما تصرف تلقائي عفوي دونك دايوغ طالبوا بمراجعه قائمه الاشخاص المشمولين بالتامين واعاده النظر فيها تحييد المؤسسه الامنيه تحييد الامنيين على العركه هذه في البرلمان مليك نقل السادة المرافقين للسادة النواب اللي هما كسوا من الأمن العمومي من وحدات التدخل وإلا من الحرس الوطني راهو دورهم يوقف في باب السيودة اللي يسمعوا فيا منكم المجلس يعرفوا باب السيودة باب البراني عند الأمن العمومي من باب السيودة ياخو حماية النواب وحماية مقر مجلس النواب والأمن الرئاسي مش معقول نائب يدخلوا معاه مرافقين تحت القبة تحت مسؤولية الأمن الرئاسي يلزم الأمن الرئاسي يتحمل مسؤوليته في ضبط النظام والأمن داخل مجلس النواب واضح نختموا بالاخبار الاخير وانكشف جوهر بن مبارك مستشار رئيس الحكومه السابق الياس الفخفاخ في تدوينه ليه اليوم على صفحته الرسميه على الفيسبوك اكشف على انه رئيس الجمهوريه قيس سعيد اعلن استقاله الياس الفخفاخ من رئاسه الحكومه ووضعه امام الامر الواقع قبل ان يقدمها الفخفاخ لاحقا بصفه فعليه اكثر تفاصيل حول حيثيه التدوينه هذه ينضم لنا عبر الهاتف جوهر بن مبارك استاذ القانون الدستوري ومستشار رئيس الحكومه السابق الياس الفخفاخ مساء الخير اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك وبضيوفك ومشاهديك مرحبا بك جوهر بن مبارك لعله السؤال البديهي اللي يطرح حين قراءه هذه التدوينه علاش توا التفاصيل هذه ينزلها جوهر بن مبارك الان علاش يحكي عليها للراي العام التونسي في هذا التوقيت بالذات علاش ما سبقش وحكي عليها والسؤال الثاني وخليك تجاوب فرد مره تقول انه رئيس انه الياس الفخفاخ اعلمكم بعد عودته من قصر قرطاج بانه سيستقيل لكن الحال انه رئاسه الجمهوريه ورئيس الجمهوريه قيس سعيد كان سبق وأعلن ذلك وأعلن الاستقالة هوني هل تقصد أنه رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية على وجه الخصوص غلط الرأي العام بإعلان شيء ما وقعش
يعني اولا بخصوص السؤال الاول المتعلق بالتوقيت، فما برشا لغط وبرشا حديث على المساله هذه، انا لا اعطل على هذا المساله هذه، كل ما في الامر اني اقدر أن هناك عشت لحظتين سميتهم انا يعني حالتين، اعتقد انه عندهم تاثير كبير على فهم الوضع السياسي وتردي الحاله السياسيه الان، الوضع اللي نعيشوه، انهيار الوضعيه السياسيه، الازمه الحاده، حتى ما ينجم يفهم لماذا وصلت الامور الى هذا الحد من التازم من غير ما نفهم كيف تدحرجت الامور، كيف تدرجت، ما هو التسلسل الزمني اللي ادى الى هذا الوضع البائس. المثل اللحظه الاولى كانت لحظة ما أسميه السقوط السياسي لحكومة الجملي، عندما بعد ما كانت هناك مبادرة قمنا بها مع لحظة باجيلة زميلكم لحظة باجيلة واستطعنا تسمع فيها؟ نسمع فيك، تفضل واصل تفضل. وصلنا إلى مجموعة من الاتفاقات، قرار المجلس الوطني للتيار الديمقراطي بالانسحاب من تشكيل الحكومة، أعتقد كان لحظة في إسقاط، كان مهم وسبب مباشر في إسقاط الصيغة السياسية لحكومة الجمهورية، لأنها بعد ذلك سقطت في البرلمان وأسقطها ربما حتى أصحابها في البرلمان، ولكن السقوط السياسي كان لحظتها، وهذا أعتقد أنه مهم للغاية لأنه كان عنده تأثير كبير على انهيار الثقة بين مكونات كنا نعتقد بعد نتائج انتخابات 2019 أنها مؤهلة أكثر من غيرها للحكم ولتولي زمام الأمور على ضوء نتائج الانتخابات. اللحظة الثانية كانت لأن كانت حكومة الفخفاخ، سقوط حكومة الفخفاخ مع الملاحظة والعلم أن حكومة الفخفاخ قامت على نفس الأرضية السياسية، قامت بنفس الأطراف يعني بين التيار والشعب والنهضة وتحية تونس وغيرها من المتل، يعني كانت على نفس الأرضية السياسية التي بنيت عليها حكومة الجمري ولكن سقطت. في هذه المرة قلت في تدوينتي أنه هناك على الأقل ثلاث أطراف مسؤولة على سقوط هذه الصيغة، أولا حركة النهضة لأنها على امتداد أشهر حاولت أن تبتل الحكومة بفرض قلب تونس وإدخال قلب تونس في التأليفة الحكومية وربما بمسخ الحكومة، وقدمت في الأمر وتقدمت إلى حدود تقديم لائحة اللوم ضد الحكومة. الطرف الثاني كان رئيس الجمهورية لأنه مارس على الحكومة وعلى رئيسها ضغوطات كبيرة من أجل تقديم الاستقالة، ربما كان رئيس الجمهورية مهتم أكثر اهتمامه بحماية الحكومة أو بمساندة الحكومة رغم أنها كانت محمولة على أنها حكومة الرئيس، ولكن كان مهتم أكثر باسترداد زمام المبادرة أكثر من سعيه إلى حماية الحكومة، ووضع فعلا رئيس الحكومة الأمر المقضي. كان هناك لقاء يتذكره الجميع، لقاء جمع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة مع رئيس البرلمان مع الأمين العام للاتحاد، أعلن فيه رئيس أو أعلن فيه رئيس الجمهورية رئيس الحكومة باستقالته، والاستقالة يعني رسميا لم تكتب ولم تقدم ولم يمضي عليها رئيس الحكومة إلا يومها ولكن على الساعة الخامسة مساء وليس صباحا. هذا الضغط أدى أيضا إلى أنه أوصف رئيس الحكومة يضعف أمام رئيس الجمهورية، وسارع أو استجاب لطلب رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالاستقالة. والطرف الثالث ربما اسم فخفاخ نفسه، لأنه ربما شعر بضغط كبير أولا من ائتلاف الحاكم أو جزء من ائتلاف الحاكم اللي قدم ضده لائحة لوم، وجزء آخر أيضا من رئيس الجمهورية الذي كما قلت عوض أن يدعم الحكومة ويساعدها في الأزمة التي تمر بها سارع إلى تلقف الموقف من أجل استرداد. هل يشكك جوهر بن مبارك في نزاهة مؤسسة رئاسة الجمهورية وبالتحديد رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ وقت نسمعك تحكي على مهم جدا لأنه كي نحكي نسمعك تحكي على تفاصيل بعد شهور وبعد مدة، وخاصة أنه ربما إذا كان فيها جانب كبير من الصحة وفق تدوينتك، علاش ما يتمش إنارة الرأي العام في الحال في اللحظة؟ علاش تبقى الوقت هذايا الكل جوهر بن مبارك باش تضع كل هذه النقاط أمام الرأي العام؟ لأن المسألة هذه ليس يعني ربما في ظرف آخر في معطيات أخرى
كان من الممكن عدم الإصفاح عنها والحديث عنها، لكن لماذا تحدثت عنها الآن؟ لأنه بدونها لا نستطيع أن نفهم الأزمة الحالية، أزمة اليوم، أزمة حكومة الفخفاخ مضت وانتهت، أزمة حكومة الجبهة مضت وانتهت، ولم يكن هناك موجب للحديث عنها أو الحديث عن تفاصيلها، رغم أني أشرت في العديد من الخرجات الإعلامية وحتى في تدويناتي إلى وجود بعض الإخلالات في هذا المسار بمجمله. ولكن الآن اليوم لماذا تعيش البلاد على وقع هذه الأزمة؟ لماذا سقطت الحكومة الأولى والحكومة الثانية والحكومة الثالثة في طريقها؟ أو هي تقريبا في حكم المشلول؟ هل تجاوز رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاحيته؟ هل تم خرق الدستور؟ يعني من الناحية الدستورية ليس هناك خرق تقني للدستور، هناك خرق لروح الدستور. يعني رئيس الجمهورية في نهاية الأمر الاستقالة رسميا جاءت من رئيس الحكومة، هو الذي أمضى الاستقالة وكتبت في رئاسة الحكومة وأمضاها رئيس الحكومة. تقنيا ليس هناك إخلال في النص المحدد من الدستور، ولكن هناك نوع من التذاتي ربما على روح. تعتبر أنه تمت مغالطة الرأي العام جوهر بن بارك؟ ليس هذا مهم، ليس هذا مهم، ولكن لأنه لم تخذ رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع، لم تقل أبدا رئاسة الجمهورية هل كان المسألة تتعلق بأسبقية لائحة اللوم التي قدمت آنذاك في البرلمان على الاستقالة. هي فقط أعلنت خبرا بأن رئيس الحكومة قدم استقالته، وبالتالي الحديث أيضا تقنيا على مغالطة هو أمر ربما فيه مبالغة. المهم هو أن رئيس الجمهورية تذاكى نوعا ما على الدستور وتعامل مع رئيس الحكومة تعامل رئيس الوزراء، وكأنه رئيس الجمهورية يريد أن يغير، لا يستطيع أن يغير النص الدستوري والمنظومة السياسية بمقتضى النص، يغيرها بمقتضى الممارسة والواقع. وهذا ربما فيه نوع من التعسف على النص الدستوري، على روح الدستور، على روح المنظومة السياسية وعلى توزيع الصلاحيات داخل الدستور. شكرا لك جوهر بن بارك، مستشار رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وأستاذ القانون الدستوري. نمشي توتسويت لغونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. مرحبا بكم في غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. اليوم نحكيو على الذكرى 65 لعيد الاستقلال، العيد اللي يلم التوانسة الكل ويحتفلوا به كل نهار 20 مارس. نحكيو على غدو 20 مارس. كارفور زاد فخور بالمناسبة هذه وكيف التوانسة الكل يحتفل على طريقته. كما قاعدين تشوفوا في ليزيكران، كارفور يعمل ديكور خاص بالمناسبة هذه، سبيسيال فيت دو لانديبوندونس، وبالطبيعة البيرسونيل نتاع كارفور يستقبل قبلكم باللبسة التونسية وبكل فخر واعتزاز بانتمائهم لتونس ولهذه الأرض الطيبة. وكالعادة في مناسبة كيف هذه، كارفور يواصل دعمه للصناعة الوطنية ويحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية على المنتوجات التونسية اللي معروفين بالكود باغ 619. ومع هذا تلقوا برشا مفاجآت استنى فيكم في مغازات كارفور. نشوفكم إن شاء الله بنصائح جديدة، أفريات جديدة تراعي بقدرتكم الشرائية نهار الاثنين القادم في غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. بقية المتفرقات الوطنية والدولية في غونديفو نيوز. سجلت تونس 27 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بتاريخ أول أمس و496 حالة إصابة مقابل تعافي 608 شخص من الوباء. توقع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي ارتفاع وتيرة الأسعار بنسق تصاعدي خلال الأسابيع القادمة مع اقتراب شهر رمضان، وبين الرياحي أن الأسعار ارتفعت حالياً بنسبة 10.3% بالنسبة للخضر و8.2% للحوم و5.8% للأسماك والحليب ومشتقاته و5.7% للغلال.
نفذ أعوان الحماية المدنية من كامل ولايات الجمهورية صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للديوان الوطني للحماية، وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية للمطالبة بعدد من الحقوق من بينها توفير التجهيزات اللازمة للقيام بمهامهم وتوفير المراقبة الصحية والإحاطة النفسية والاجتماعية للأعوان. غدا هو موعد اطلاق القمر الصناعي تحدي واحد لتدخل تونس بذلك نادي البلدان التي أرسلت أقمارا صناعية للفضاء ولتصبح أول بلد عربي وأفريقي يطلق قمرا صناعيا. في الشأن الدولي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس على تثبيت ويليام بيرنز مهندس الاتفاق النووي الإيراني رئيساً لوكالة الاستخبارات الأمريكية، وهو أول دبلوماسي مخضرم يرأس هذا المنصب على عكس من سبقوه الذين أتوا من أوساط سياسية أو عسكرية أو مخابراتية. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس أمس فرض حجر صحي شامل في باريس وضواحيها ومناطق أخرى لمدة شهر كامل اعتباراً من اليوم، وأكد كاستيكس أن وتيرة جائحة فيروس كورونا في تسارع مستمر وأن البلاد تشهد موجة ثالثة من الوباء. مرحبا بكم من جديد، سعيدة باستقبال ضيفتي في هذا الجزء الأول دكتورة نيلة العكريمي، المديرة العامة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نحكي على سيلك اف سي ام فيرج انترناسيونال. مساء الخير دكتورة، مرحبا. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. قبل ما نفهم شنية الحكاية هذه بالذات، خليني فقط نعرف السادة المشاهدين بحضرتك دكتورة نيلة العكريمي، عندك خبرة واسعة في مجالات إصلاح الإدارة العمومية، إدارة العقود أيضا، اشتغلت كمديرة برامج إفريقيا الفرنكفونية لدى VNG انترناسيونال بلاهاي لمدة سنوات وزلت. مرحبا بك، مرحبا بك. إذن لو كان نبدأ وتعطينا لمحة على أبرز محطات مسارك الشخصي المهني، خاطر أنا قلت نبذة قصيرة صغيرة عليه، موش الكل. شكرا ملك. انا كما قال مدير الدكتوراه نتاعي في فرنسا، قال هذا سي ان بون برودوي دو لا ريبوبليك تونيزيان، دونك انا منتوج تونس، يعني عشت حياتي في تونس واشتغلت كمحاميه كدبلوماسيه، وبعد انتقلت للعمل الدولي كباحثه في مجال القانون الاوروبي للتنميه، دكتوراه اوروبيه للتنميه ومختصه في مجال التعاون الدولي الاورو متوسطي، وحطت بي الرحال لمجال التعاون الدولي للدعم التنميه المحليه من خلال وكاله التعاون الدولي لجمعيه البريت الهولنديه، وكنت أدير برامج في إفريقيا الفرنكوفونية من غرب إفريقيا لأفريقيا السبساريان، شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبطبيعة الحال تونس الأصل تقعد ديما في القلب، فلما صارت الثورة التونسية قررنا أن نفتح المركز متاعنا هذا في تونس لدعم التنمية المحلية، دعم مسار المركزية، وبرمجنا تشمل تونس كل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بارك الله، مسيرة مهمة جدا، أنشطة مهنية مختلفة في بلدان مختلفة كما شمال إفريقيا، إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا. هوني ربما العنصر الأول اللي نجم نسألك عليه هي عناصر تطوير القيادة والريادة خاصة لدى المرأة، وهذا نعرف ماخذ حيز كبير من عملكم ونشاطكم. أكيد. شوف، لما حكينا على مسألة المركزية والتنمية في تونس، أنا يعني أنت شفت المشهد العام في تونس الإعلامي، يعني يغطي عليه أكثر المشاكل والأزمات اللي نحكي فيه اليوم، يعني فيه نبرة مختلفة جدا على اللي قد نسمعه فيه، لكن هي نبرة فيها في الحقيقة تفاؤل. في تونس لما صارت الثورة التونسية وقرر دستور أنه يأسس مسار المركزية تنمية محلية، التنمية المحلية في تونس أنا أعتبرها جزء كبير من الاستجابة لطلبات الشعب في تونس وفي عديد البلدان. أي بلاد نشتغل فيها تكون منفتحة وتفتح باب الديمقراطية تركز مسارات مركزية تنمية محلية. فلما بدينا في تونس واشتغلنا، كان مهم جدا مسألة تركيز المواطنة وروح المواطنة، لكن المواطنة يعني بألوانها وأبعادها، وخاصة دور المرأة. هي مسألة أنا كان تونس دائما سباقة فيها، وإحنا في برشا بلدان يعني نوع من الحسد والغيرة لتونس بنظر وضع المرأة التونسية. ولما قررنا أن نمشي في تونس لمسألة مركزية تنموية، الريادة النسائية مهمة جدا.
لما اشتغلت في رواندا، ورواندا معروفة جدا بنموها، التنمية متاحة كانت قائمة برشا لمسألة تشريك المرأة والقيادة، وهذا إن شاء الله نتمنيه كذلك أن نراوه في تونس على المستوى المحلي. علما أنه في تونس أنتم تعرفوا اللي الانتخابات البلدية مؤخرا أسست 47% من المجلس البلدية من النساء، وعلى من التوافق العمودي والأفقي باش خلطنا لهذية، دونك فما أن غران بوتنسيال. كيفاش تقيم اليوم مسار اللامركزية المعتمد، مسار تطوير الحوكمة المحلية في تونس، بخاصة أنه أنت على رأس مؤسسة تتدخل ومختصة في هذا المجال؟ هو مسار اللامركزية في تونس وفي أي بلاد ديما نقول راهو مسار مضني وما هوش سهل. هو مسار في الحقيقة يغير كل الثقافة المؤسساتية في البلاد اللي قررت أنها تبني مسار اللامركزية. دونك تقييمي أنا للمسار في تونس أنه للأسف الشديد فقط التعثر متاعه مأتاه الأكثر هي الأزمة السياسية اللي يعيشها البلاد، لأنه يظهر لي لما أسسنا في تونس مسار اللامركزية كانت معناها منحة طبيعي جدا أن نعملوا توازن في يعني في الثروات بين مختلف الجهات، التقليص من التفاوت، لكن نتمنى أنه القوانين اللي صارت يقع تفعيلها، والتفعيل هذه يطلب إرادة سياسية كبيرة ويطلب يعني مينيموم يعني من استقرار باش البلديات باش القرارات اللي تاخذيها كل تمشي في الطريق الصحيح. أنا باقي شادة صحيح في سؤال، علاش مراهنتك اليوم على الحكم المحلي على العنصر النسائي في الفترة الصعبة اللي قاعدة تمر بها بلادنا اكتوالمون؟ على خاطر المراهنة هذية نحاول أن نشير الانتباه لأن لازمنا نرجع المسار what really matters كما يقولوا بالإنجليزية للمهم. احنا توا نعيشوا في فترة بناء في تونس، والبناء هذا يتطلب تضافر كل الجهود بطبيعة الحال بعيدا عن السياسة وبعيدا عن تجذبات. خلينا نحكيو تنمية، خلينا نحكيو فقط تركيز من ميل تنمية وصحيح، باش تبنيه إذا كان مش بنساو بالرجال؟ احنا اليوم كنت صباح في الأليكسو انطلقنا في مبادرة المدينة الدامجة للطفولة السعيدة. الطفولة كيف مهم جدا، كذلك نلقاو مكانها في 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 التنمية وفي منوال الحوكمة. المرأة القيادية، الرجل الذي كذلك عنده وعي بمتطلبات سواء كان قيادي أو كان مواطن، يظهر لي مهم جدا أن نرجع للقواعد التنمية هذه، والمراهنة على مستوى المحلي. نأكد لك أنه الإجابة لكل متطلباتنا تبدأ أنا شخصيا أو تبدأ من المحلي. هذه التنمية المحلية، ماذا عن مسار الانتقال الديمقراطي بالنسبة للنساء ودورهم فيه خاصة على المستوى المحلي؟ احنا عملنا انتخابات بلديه هكا ولا لا؟ اسسنا في اول مره يعني بلديات مشروعه وشرعيه على اساس انها باش تكون قريبه من طلبات المواطنين وتحقق الاهداف اللي الناس يعني انتخبوهم على خاطرها. الانتقال الديمقراطي في تونس تاسس، في تونس كذلك اسسنا هذول اول جمعيه بلديات ديمقراطيه، لا توجد مثل جمعيه بلديه في اي منطقه من المنطقه العربيه، موجود في بعض البلدان جمعيات رؤساء او رئيسات بلديات، اما مو جمعيه بلديات اللي هي تضاهي جمعيه بلديات في بلدان متقدمه. المسار الديمقراطي اسسنا له، لكنه كذلك هو عقليه وهي يعني ممارسه. اللي نلاحظه انا على المستوى المحلي كي نعمل زيارات ميدانيه، يعني الامل والموتيفاسيون نحسها اكثر من الجانب الوطني في الوقت الحاضر، لانه هنالك ناس سيدات ورجال قاعدين يحاولوا بالامكانيات اللي عندهم، امكانيات ضعيفه متواضعه جدا ضئيله. بالضبط، انا نعرف اللي يعني الصوره العامه للبلديات في تونس احيانا هي صوره نتاع يعني سامحوني في الكلمه يعني الفضلات ما تتهزش والاداره والكل، لكن انا شفت بلديات وناس يحاولوا انهم يقدموا بالامكانيات اللي عندهم. فعلى ذاك الانتقال الديمقراطي قاعدين نعيشوا فيه يتطلب عقليه وممارسه، وانا شايف انه معناها ان اليوم في المبادره اللي عملناها للطفوله السعيده اطفال قاعدين يحكيوا كيفاش هما يراوا مدينتهم، واللي قالوه معقول جدا انه على الاقل في يعني خدمات البلديه تكون خدمات او في ميزانيه تكون تاخذ بعين الاعتبار احتياجات واحتياجات الطفوله والطفوله اللي عندها احيانا بعض الاعاقات. دونك احنا الانتقال الديمقراطي عايشين، واعطيني اي بلاد الاطفال يقوموا ويحكيوا سواء في يعني في دونز معناها في لقاء دولي حضرنا فيه ناس من الشارقه من الامارات من تونس من كندا من هولندا يحكيوا فيه على وضعيتهم في تونس، تشخيص عقلاني وفي نفس الوقت يعطيو في حلول. يظهر لي قاعدين نعيشوا في انتقال ديمقراطي في تونس، يفون اتر فيير زاده. محمد تفضل عندك ملاحظه. استاذه مرحبا.
لك. أنا كان عندي شرف ممكن المشاركة في اللجنة التشريعية لإعداد مجلة الجامعات المحلية اللي نظريا تعتبر ثورة على مستوى الاستقلالية المحلية وخصوصا في علاقة بالمجالس المحلية اللي هي البلديات. وكانت من أهداف المجلة ديمقراطية التشاركية، تحرير المبادرة المحلية، تنمية الموارد، تحسين الخدمات المحلية. ولكن للأسف الشديد مدام أن نعتقد القانون 75 في فاعليته وفي أدائه وفي مردوديته متقدم على مجلة الجامعات المحلية. من منطلق؟ من المنطلق اللي عندنا ديمقراطية وانتقال ديمقراطي وما عندناش ديمقراطية. اللي نحسوه اليوم على مستوى الأداء المحلي فما ديغراداسيون توتال على مستوى الخدمات، قبل ما نحكي هنا على التنمية الثقافية وتنمية الموارد والليتيك بتاع كل منطقة، أنت الخدمات اليومية اللي في علاقة بالمواطن فما خلل كبير. حسوا اللي مجالس البلدية اليوم غالقة في مشكلة الاستقلالية، معناها كزال مشكل السلطة ومشكل كذا. كيف السبيل باش نرجعوا القطار للمسار الطبيعي نتاعو وباش تكون المجلة هذه بور دو بون أداة لرفع الوعي المحلي والتأسيس لمجالس محلية مستقبلا تكون شريكة فعلة في التنمية المحلية وفي خلق الثروة، وليست معناها مشكل نتاع التنازع نتاع التمزيق أوصال المجتمع التونسي. خاطر وليت نحس كأنه بالمجلة ذينا ولينا نأسس النظام الفيدرالي نون ديكلاري. تفضل دكتورة. أنا يعني أوافقك الرأي أنه المسار التأسيسي في الوقت الحاضر هو فيه عاش رجع باعتبار غيرنا ثقافة مؤسسية كاملة لمسار التنمية باعتبار أسسنا المركزية، وماهيش مسألة سهلة أنه المؤسسات المبنية على المستوى المحلي أنها تتأقلم مع الوضع الجديد. وتأسيس مجلة جماعات محلية وحدها ما هوش كافي، لازم يكون معاه مختلف تراتيب قوانين وغيره بشي، وكذلك يعني انتقال الاختصاصات وانتقال معناها الكاباسيتي أو الإمكانيات مهم جدا. قانون 75 ولا غيره هو مع عقلية مختلفة. أنا لا أؤمن أنه القانون هذاك كان يستجيب لمطالب تونس بعد 14 نحكي لمرضو ديتوان. صحيح عقلية مختلفة، عقلية مختلفة. ديتو خير من مجلة الجامعات المحلية. ما هو هذا هو بالإطار البشري اللي موجود اليوم. ما هذا هو الإشكال، وين الإشكال؟ أنه توا في إحنا في حالة وضع من الأدابتاسيون، قاعدين يتأقلموا، ومسألة التأقلم تطلب وقت. أنا ديما نقول على ذلك وأنا في نفس الوقت نعرف اللي الوقت الحاضر توا المواطنين بصفة عامة طالبين توا، نحبوا نشوفوا توا التغيير، نحبوا نشوفوا الخدمات أحسن توا. لكن للأسف الشديد في بلاد توا نعيش فيها أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة إمكانيات على كل المستويات، من يكون الأقرب أنه يعني هيكون أكثر يتمس هي الخدمات للمواطن للأسف الشديد. لأنه معناها تنجم تقول في نوعا ما ماهيش على مستوى قائمة الأولويات. مسألة القوانين اللي توا قاعدة تصاغ والتراتيب اللي قاعدة تصاغ، المفروض إنها تشتغل على مسألة الآليات ومسألة التمكين، مسألة تمكين الموارد المالية والموارد البشرية والتأطير. قداش من بلدية تم أحداثها توا، بلديات هذه فيهم كذلك تلوج على معناها مقرات. ف معناها الرجة اللي صارت مازلنا عايشينها. أما السؤال المطروح والأن أتمنى أن نحكي فيه في تونس أكثر، ما هي الشروط التي ممكن تظننا أنه بعد التأقلم وبعد التركيز أنه باش نبدأ على قاعدة صحيحة؟ لو أحنا في فترة هذية، الفترة المفروض البلدان اللي أسست لمركزية أسست مع استقرار سياسي في بلدانها، يعني تأسست لمركزية مع عدم استقرار سياسي هي الفورمول تدخل بعضها شوي. سؤال أخير دكتورة، انطلاقا من موقعك انطلاقا من تعاملك مع أطراف مختلفة في الخارج، اليوم كيفاش تنظر المؤسسات الأجنبية، كيفاش تنظر الجهات المانحة لتونس خاصة في مجال المساواة بين الجنسين؟ على مستوى المساواة بين الجنسين والتنمية المحلية بصفة عامة ومسألة تشريك المرأة الامباورمنت للمرأة، هذه مسألة الجهات المانحة بصفة عامة مؤمنة بها بشكل كبير. برامجنا في مركزنا سواء كان برامج ممول على طريق الحكومة الكندية أو طريق جمعية البلديات الكندية أو جمعية البلديات الهولندية أو الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات التي تساهم في دفع العمل البلدي. شوف احنا جايين من عالم البلديات، يعني مركز الدولة للتنمية المحلية والحكم الرشيد هو يمثل جمعية بلديات. فبالنسبة لنا احنا يعني الدور الذي تلعب هذه المنظمات الدولية هي دعم لهالمسارات هذه.
الحاجة نأكد عليها أنه تونس على مستوى دولي فما اهتمام كبير بتجربة تونسية، اهتمام كبير بمسألة هذه المساواة ومسألة كذلك تدعيم المواطن والمواطنة. فمن ناحية الدولية فما كان الدعم والرغبة في دعم المسار في تونس. كل التوفيق وشكرا لك دكتورة نيلة عكريمية، المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد. ميرسي بوكو، بون كوراج. بعد شوية يكون الموعد مع لو رونديفو، ضيفنا الليلة يكون دكتور فوزي مهدي وزير الصحة، نستقبله بعد الفصل.